صباح الخير. تفضلي. شكرا رخينا. نحن نتصرف مثل الغريبين في الوقت الذي يفترض أن لا نكون كذلك. صحيح. ما هو الصحيح؟ نحن غريبان أم لا؟ بما أنك فقدت ذاكرتك. أنا بلى وأنت؟ اجلسي. شكرا. قهوة؟ شكرا. شكرا نعم أم لا؟ شكرا نعم. مع سكر؟ لا شكرا. يجب أن أتعرف إليك من جديد. هل أنت دائما صامتة؟ ألا تجيبين بشيء؟ أود أن تقولي لي شيئا لمساعدتي على التذكر. تعرفنا إلى بعضنا البعض منذ 4 أشهر في المتجر حيث أعمل. ماذا؟ موظفة. ما جرى هو أنه لم أكن أعلم بأنك تقيم في هذا المنزل وتملك كل هذا المال. هل لهذا السبب أنت غير مرتاحة ومنزعجة؟ أجل، لهذا السبب. إذا لم أخبرك فلأنه لا أدري، ربما أردت بأن تقبلي بي لشخصي وليس لمالي. ربما. أجل، وماذا قلت أيضا؟ أنك تعمل في شركة بناء وتسافر كثيرا وليس لديك عائلة و... وأين أقيم؟ في غوادالاخارا. كان لديك شقة. بأي شارع؟ بأي شارع؟ شارع الثورة رقم 20. وهل كنا نتقابل كثيرا؟ لا، ليس كثيرا. متى قررنا الزواج؟ منذ 2 أسبوع. لا، أخبريني، أين جرى الاحتفال؟ في منزلي. حضره كثيرون؟ لا، فقط أبي وشقيقتي والشهود. هل هم أصدقائي؟ لا أدري، لأنني لم أرهم من قبل. ألم يكن هناك مدعوون؟ لا. ولم لا؟ لأنك لم تشأ ذلك، قلت بأن الحفلة ستقيمها عندما نتزوج دينيا. إذا تزوجنا فقط مدنيا؟ أجل. هل حصلت بيننا علاقة جعلتنا نستعجل الزواج؟ أعني، هل تنتظرين مولودا مني؟ لا، بالتأكيد. إذن قال أنه ذهب إلى سوى تنيخو؟ ليس متأكدا. أريدك أن تذهب إلى هناك، إنه عقار على بعد 20 كيلومتر من البلدة، يدعى برج الحمام، فيه حارس يدعى بانشو. أعطيه مالا وليرحل فورا. حسنا. تذكرت أنه عندما عاد أخبرك بأن هناك مشكلة في السد. أجل، ومن الذي أخبره؟ لابد أنه تحدث إلى أحدهم. ألست جائعة؟ لا. ما بك؟ لا شيء. مع الأسف، فإنني لم أعد أذكر طريقتك بالتصرف معي قبل الحادث.
لكن أفترض بأنها لم تكن هكذا. كلا. إذا ما الذي يجري؟ يفترض أنني الشخص نفسه، أم تغيرت؟ راكيل، أرى بأن الوضع فيما بيننا غير مقبول، ورغم ما بذلته من جهد لم أتذكر أي شيء عنك. بالنسبة لي، وأسف أن أقول ذلك، إنك تبدين كغريبة. أكثر ما يحيرني هو أنه أمس عندما رأيتني لم تظهري أي بادرة فرح، ولم يصدر عنك أي مودة. لأنني فوجئت كثيرا، ظننتك ميتا. تزوجتني لأنك تحبينني. تحبينني؟ أنا ما أريده هو الطلاق. الطلاق؟ جميل، في صباح واحد أسمع الكلمة مرتين. ولماذا تريدين الطلاق؟ Dime, respóndeme, ¿por qué quieres divorciarte? Porque... porque no debí casarme contigo. No sé, me equivoqué, somos muy diferentes. ¿Qué quieres decir con eso? Que cuando llegué aquí me di cuenta que... ¿De qué? ¿De que tengo mucho dinero? ¿Y eso qué? Es la primera vez que oigo que una mujer quiere divorciarse porque su marido es muy rico. No, es que no se trata de eso. Es que yo no te quiero. Eso no es muy halagador que digamos. Pero me imagino que antes me querías. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? ¿Te decepcioné en algo? Tal vez en nuestra noche de bodas. No hubo otra noche de bodas. ¿Quieres decir que tú y yo...? Nunca. Qué matrimonio tan extraño, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque te regresaste a Acapulco poco después de la boda. Y porque yo no te quiero y quiero que me des el divorcio. Eso es todo. مع تخصيصك بنفقة ممتازة على ما أعتقد. لا يهمني مالك، ولا أريد سوى الرحيل. دعني أرحل أرجوك. أنت لا تذكر شيئا، وإذا كنت مجهولة بالنسبة لك فما الجدوى من بقائي هنا أرجوك؟ لحظة، نعم، من لينتظرني في المكتب؟ أنا قادم. إذن ستوافق على الطلاق؟ لا. لكن لماذا؟ فقد أوضحت لك. لا، لم توضح لي شيئا. قلت لك بأنني لا أحبك، ماذا تريد مني أكثر؟ أريد أن أعرف لماذا تزوجتك. أنت فتاة جميلة أجل، لكني أشك أن هذا هو السبب الوحيد. لابد أن لك مزايا أخرى، وأريد أن أكتشفها. وإذا لم تعجبني بشكل كاف، عندئذ ربما نطلق. وتظن بأني سأبقى بتصرفك لكي تدرسني حسب مزاجك؟ أنا لست ملكك ولا عبدتك. أنت لا تستطيع منعي من الخروج متى أشاء. بلى أقدر، وإذا كنت لا تصدقين حاولي. وأكد لك بأنك لن تصلي إلى أبعد من باب الحديقة. هل تسجنني أم ماذا؟ لا، لا أرغب سوى بإبقائك إلى جانبي. لابد أنك أعجبتني كثيرا،
حتى طلبتك للزواج مني. أريد فقط أن أعرف. ماذا جرى؟ لا يريد أن نطلق ولا أن أرحل من هنا. لكن لماذا؟ لأنه مقيت. بابلو ينتظرك في المكتب. أجل أعرف. أوراق تحتاج توقيعك. يجب تكذيب نبأ موتي. لقد فعلت هذا الصباح. اتصلت بمدراء الصحف الرئيسية وطلبت منهم أن ينشروا فقط نبأ وجيزا. أجل، لا أريد فضائح. كفانا ما جرى بالنسبة لزفافي. أجل، كانت مفاجأة للجميع. أجل طبعا. هل انتهى تقرير الكشف عن الطائرة؟ ليس بعد. أريدك أن تقول للسكرتيرة أن ترسل لي لائحة بجميع نشاطاتي في الأسبوع الماضي. مواعيد، أسفار، هذه ليست صحيحة. صحيحة، اتصالات هاتفية، كل شيء. ثم أريدك أن تذهب إلى غوادالاخارا. لا، أفضل أن أذهب بنفسي عندما أشعر بتحسن. تريد أن تستطلع بنفسك؟ أجل. هل أبلغتم الدكتور بلاسنسيا؟ أجل، قال إنه سيأتي هذا الصباح. كان عليك أن تلحي. هل تعتقد بأني لم أفعل؟ قلت له إننا أخطأنا بالزواج وإني لا أحبه. وماذا أجابك؟ أن لا بد من سبب جذبه إلي ويريد اكتشافه. القبر، وهل حاول شيئا؟ لا. لا تسمح بأن يضع يده عليك يا ركال. لا تسمح له، وكأن الأمر بهذه السهولة. وإذا أردت ذلك ماذا يجب أن أعمل برأيك؟ أن أكين له الصفحات؟ أجل، لما لا؟ ألم تقولي إنك لا تحبينه؟ بلى قلت له، لكن أنت من أوقعني في هذا المأزق، وأنت عليك أن تنقذني منه. وسأفعل ذلك، أمهليني ببعض أيام فقط. لكن في غضون ذلك ابقي بعيدة عنه. إذا دعاك مرة أخرى إلى غرفته قولي لا. لا أطيق أن تكوني معه. ركال، أنا أعبدك يا حبيبتي. اتركني ولا تحدثني عن حبك. لقد حطمت حياتي، خدعتني وسخرت مني ومن حبي ومن كل شيء. لقد أحببتك. كيف فعلت بذلك يا مات؟ تستحق أن... ماذا أستحق؟ أن أصبح فعلا زوجة أنطونيو. كيف تعرف معنى العذاب؟ لا تتجرأي يا ركال، لا تلعبي هذه اللعبة. يمكنه أن يحتفظ بكل شيء، لكن لن تكوني له ولا بأي شكل. من هذه المرأة؟ إحدى عشيقات أنطونيو. إحدى؟ وهل هن كثيرات؟ بالتأكيد. صحيح أنه تزوج الآن، لكن لن يبدل تصرفه. حبيبي، كم أنا سعيدة. لدي ضلع مكسور. الرأس هو الذي كان عليه أن يكسر. هو أيضا تعرض لصدمة قوية جدا. أنطونيو، هل ستوضح لي مسألة زواجك؟ تزوجت فقط. أتقول لي ذلك بكل هدوء؟ أتتظاهر بأنك لا تفهم، أنت وأنا.
علاقتنا كانت ممتعة، لكن لم أكلمك أبدا عن الزواج، أم ماذا؟ لا، لم أرى ضرورة ذلك. أحيانا يكون الفعل أكثر تعبيرا من الكلام. إن علاقة حميمة لا تعني بالضبط وعدا قاطعا بالزواج. إذا كان الأمر كذلك فأنت كنت متزوجة وليس مني. اعذريني، لم أقصد إهانتك. لكن ماذا رأيت فيها؟ هل تعرفينها؟ أجل، ألا تبدو جميلة؟ لا تقل أنك مغرم. لكي أتزوجها يجب أن أكون كذلك، ألا تظنين؟ ومتى تعرفت إليها؟ منذ أشهر في غوادالاخارا. ولماذا تزوجت بهذه الطريقة بالخفاء؟ هل كنت تخجل بها؟ ألهذا السبب لم تخبر أحدا؟ ربما كنت تفكر بصقلها قليلا قبل أن تصطحبها إلى هنا. أفهم أنها لا تلقى تعاطفك، لكن لا تأتي إلى منزلي فتسوى الأمور. هل تطردني؟ لا أبدا، لكن ليكن واضحا بأن راكيل هي زوجتي وهكذا يجب أن تعامل. من كل بد. صباح الخير. مهلا يا راكيل، تعال. هل تعرفين ماورا؟ أجل، لقد تعرفنا. حسنا، سأرى كميلا. يسرني أنك بخير. شكرا. أفترض بأنك ستقيم احتفالا بزفافك وبعودتك. بالتأكيد. حسنا، ومتى؟ ربما نهار السبت. ها؟ وأنصحك بشراء ملابس لزوجتك، أعني إذا شئت أن يعاملها الجميع وفقا لرغبتك. أشكرك على اهتمامك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء ماورا. لماذا انسحبت؟ أنت غريبة الأطوار، لا تحسنين أبدا التصرف معي. أولست زوجتي؟ وأنت لست فتاة صغيرة تخرج من المدرسة. قلت لك أني لا أحبك. أعرف أنك غيرت رأيك، لكن أنت مستاء مني؟ ليس كذلك. إذن ما الأمر؟ إذا شئت أن نطلق فأنا موافق، لكن يجب على الأقل أن نختبر إذا كانت تعجبنا الحياة الزوجية. ماذا تريد؟ الدكتور بلاسنسي ينتظرك. أراك فيما بعد. وكيف عرفت بأنني هنا؟ سألت الخادمة. ولماذا لم تأتي هي لتبحث عني؟ منذ متى تهتم إلى هذا الحد؟
ماذا كنت تفعلين؟ هل فقدت رشدك أم ماذا؟ أخرج من هنا أتريد؟ ماذا كنت تفعلين في السرير؟ لم نكن نفعل أي شيء، وما الذي يهمك؟ ألم أحذرك؟ شؤوني لا تعنيك، إذا لم ترحل سأصرخ. ها؟ قلت لك أن تبقي بعيدة عنه، لن أسمح بأي لمسك. اتركني، أنا لم أفعل شيئا. أنت ليس لديك أي حق لتطالبني به، إذا كنت في هذا الوضع فالذنب ذنبك. لقد حذرتك وقلت لك مرارا. يمكنك قول ما تشاء، لكن هو يفكر بطريقة أخرى، وإذا دخل إلى هنا لا أستطيع أن أمنعه، ولا أنت أيضا. لقد سئمت منك ومن كل شيء. لقد سئمت مني، أما هو فلا. مرحبا، كنت على الشاطئ. ماذا يجري؟ راكيل، يجب أن أتحدث، أرجوك أرجوك. ماذا جرى؟ لن أحتمل، لن أحتمل يا مرتا. En las radiografías no hay nada normal. De todos modos, sí te aconsejo que te hagas unos estudios más profundos. Ah, sí, está bien, Regina. Gracias. Con permiso, señor. Pase. Lo que se hace muy... ...tabrimo كثيراً هو عدم تذكري أي شيء عن زوجتي. ما فعلته قبل الحادث والحادث نفسه والطريقة التي نجوت بها من المنطقي ألا أتذكرها، لكن يمكن أن أنسى أشياء حدثت قبل 3 أشهر. لو كانت مسألة فقدان كامل للذاكرة أنا موافق، بالعكس. فمنذ قليل جاءت مورا، لم أعرفها فورا وحسبا، تذكرت كل التفاصيل التي جرت بيننا، وحدث الشيء نفسه مع الباقين، مع الخدم والموظفين. لكن لماذا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء يخص راكيل وأنسبائها؟ لذلك أشدد على أن تجري فحوصات كاملة. لا أدري، ربما هناك تأثير بالنسبة للعلاقة مع زوجتك، والصدمة التي تلقيتها أثارت نوعا من ردة الفعل. أتعرف ما الذي يحيرني أكثر؟ حسب ما قالته لي راكيل، فهمت أن تصرفي معها قبل الحادث كان غريبا جدا ولا يفسر. بأي معنى؟ لأي سبب أخفيت عنها حقيقة وضعي؟ لماذا تزوجت بهذه الطريقة دون أن أقول شيئا لأحد؟ كما لو أنها علاقة تجعلني أشعر بالخجل. أنت تعلم بأني لست كذلك. راكيل امرأة بسيطة مسكينة، لكن لو كنت مغرما بها لما همني هذا الأمر. تعني بأنك لا تشعر بأي شيء تجاه زوجتك؟ كيف يسعني أن أشعر بشيء إذا كانت غريبة بالنسبة إلي؟ لكن أنطونيو، هذا قد يكون أخطر مما نعتقد. أو ربما الأمور تسير في اتجاه آخر. ماذا تعني؟ ألو، أخبرني. أجل أجل بابلو، قل لي، أنت متأكد؟ حسنا، أنا في انتظارك. يبدو أن حادث الطائرة لم يكن ناجما عن عطل ميكانيكي، بل كان متعمدا.
متعمدا؟ قبلني غير معقول. وا وماذا؟ هيا أخبريني، قبلك ثم ماذا؟ ثم لا شيء. لكن أنت ماذا فعلت؟ شاركته، دفعته بقوة أم ماذا؟ أعجبك؟ كيف يعجبني وأنا لا أحبه؟ لا تكوني حمقاء، ليس من الضروري أن تكوني مغرمة بالرجل لكي يعجبك حين يقابلك. بعضهم يتقن القبلة جيدا. آه ماتا، لماذا لا تفهمين شيئا على الإطلاق؟ الأمر بالنسبة لك لعبة، ألا تدركين بأننا على وشك الدخول إلى السجن؟ لكن لا أحد يعلم، وهو لا يذكر شيئا. لا أدري، أحيانا أشعر بأنه يشتبه بشيء ما. آه راكان، أبذلي جهدا، أقنعيه، ثم إنه وسيم وثري. هذا رائع للغاية، وكأننا نعيش في حلم. لكن من له مصلحة في قتلك؟ ادخل. صباح الخير أوسكار. كيف حالك فيكتوريا؟ يمكنك أن تتصور حالي، سعيدة. كيف تشعر اليوم؟ بخير. فعلا؟ هل حدثت أوسكار عن حالة فقدان الذاكرة؟ أجل، كنا نتحدث عن ذلك. وما رأيك يا أوسكار؟ قلت له بأن عليه أن يخضع لفحص كامل. أجل أجل يا ابني، الإسراع هو الأفضل. هل تبقى للغداء؟ شكرا لكن لا أستطيع. حسنا إذن، سررت برؤيتك يا أوسكار. أنا الذي سررت. الغداء بعد 10 دقائق، أستأذن. شكرا، إلى اللقاء. ألم تخبرها؟ لا، لا أريد إقلاقها. وماذا ستفعل؟ لا أدري، كل شيء غريب جدا. أتعلم ما هو التفسير الوحيد المنطقي؟ لا. أن هذه المرأة هي مغامرة، خططت لقتلي لكي تصبح أرملتي وتحتفظ بكل شيء. أرجوك يا أنطونيو تروى. من هذا المنظار يتضح كل شيء، بغتتها وخوفها لدى رؤيتي والطريقة التي تتصرف فيها معي. طبعا لو أنها كانت في غوادالاخارا لما استطاعت تدبير حادث الطائرة، لكن ربما لها شريك، شخص قريب جدا مني. أنطونيو من فضلك أنت تتخيل أكثر من اللازم. اسمع، أصبحت الآن أعتقد أن شيئا ما في رأسك لا يعمل. ها؟ ربما. راكيل، أريد أن أقدم لك الدكتور بلاسينسيا، إنه صديق قديم للعائلة. تشرف. تشرف. لقد تعرفنا يوم دفن هذا الرجل. لحسن الحظ أنه لم يمت. أنا آسفة لكن لا أتذكر. أرجوك لا تأسفي، كنت مضطربة جدا وما زالت حتى الآن لم تستعد هدوءها. حسنا إذن سأنصرف يا أنطونيو. شكرا لك على كل شيء. إلى اللقاء آنستي. إلى اللقاء. تفضل. إلى اللقاء. سأنصرف أنا أيضا، عفوا. يجب أن أتصل بأبي.
هل أطلب لك الرقم؟ لا شكرا. هل تعرفين رقم غوادالاخارا؟ أجل. تفضلي. شكرا. لا أحد يجيب. هل يعلم والدك أنك لم تعودي أرملة؟ أجل، مارتا اتصلت به وأخبرت. لماذا في اليوم التالي لمجيئك إلى هنا عدت إلى غوادالاخارا دون أن تقولي شيئا لأحد؟ لم يكن من بقاء جدوى. وكيف لم يكن هناك جدوى؟ كان يفترض بك أن ترثي كل شيء. ولماذا تركت شقيقتك هنا؟ ذهبت إلى هناك لتسوية مسألة ما؟ لا. وكيف أقنعك ماكس بأن تعودي؟ من أجل تجنب الفضيحة وكل ذلك. كل ذلك؟ وكانت المفاجأة الكبرى عندما وجدتني هنا؟ أجل. والآن بعد أن أدركت بأن زوجك لم يمت تريدين الطلاق دون نفقة على ما أظن. ألا يهمك المال؟ لا. بماذا يعمل والدك؟ لا يعمل. وكم كان راتبك؟ 60,000 زائد العمولات طبعا. وشقيقتك؟ كانت تبحث عن عمل. وكم يفترض كان راتبي؟ أنا لم أسألك أبدا. يا لك من امرأة غير نفعية. بالتأكيد لست نفعية. أنا لم أتزوج لأجل المال، بل لأنك كنت مغرمة بي. تزوجت مغرمة، مخدوعة، مثل أي امرأة عادية. ولماذا إذا لا تتصرفين كامرأة عادية؟ ما دمت أحببتني لماذا لا تظهرين ذلك؟ ماذا فعلت لتتخلي عن حبي من يوم لآخر؟ جاوبيني. إنك تؤلمني. اتركها. ماذا قلت؟ اتركها. ألا ترى بأنك تؤلمها؟ وما شأنك بذلك؟ أنت تتصرف بفظاظة وأنت تتدخل بما لا يعني. اسمع. اسمع أنت. طالما أن هذه المرأة تحمل اسمي فهي لي، ولن أسمح لأحد بالتدخل، وخاصة أنت. أنا لست ملكا لأحد، وقد فهمت منكما أنتما الاثنان. لم أعد أحتمل، سأرحل من هنا رغما عنك. ولا تتجرأ على منعي، لا تتجرأ. أنت تظهر اهتماما زائدا بها وهذا لا يعجبني. دعها تذهب أنطونيو. لماذا؟ لأنه ليس من شيم الرجل احتجاز امرأة لا تريده. وكيف تعرف بأنها لا تريدني؟ الأمر ظاهر. هذا ما سنراه. تسجنني؟ أجل. سأصرخ وأحطم الزجاج، لكن سأخرج من هنا، هل تفهم؟ تحطيم الزجاج سيكلفك بعض العناء، وقد يؤلمك أيضا. وأما الصراخ، فيمكنك أن تصرخي قدر ما تشائين. من تظن نفسك؟ لا يمكنك أن تفعل هذا. لو عرفتني جيدا قبل زواجنا، لأدركت بأني لست سهلا ولا يتلاعب بي. أنصحك بأن تهدئي.
سنأكل هنا سويا. مارسيلينو، مهما كان السيدة راكيل لا يمكنها مغادرة المنزل حتى ولو رافقتها السيدة فيكتوريا وبالأخص ماكسيميليانو. هل فهمت؟ بلغ الجميع. تتصرف بشكل سخيف، تحتجز امرأة لا تبدي اهتماما بك. هذا من سوء حظها. أهلا بابلو، تعال. طاب نهارك. هل هذه صحف العاصمة؟ أجل، أعطنيها. هل تبحث عن شيء بالتحديد؟ أجل، شيئا ما. هل أنت متورط يا صديقي؟ وصلت خائفا جدا وطلبت مني أن أدعك تنام هنا ولا تريد أن يعلم أحد. قل لي الحقيقة، هل هي تجارتنا؟ قلت لك لا. إذن ما الأمر؟ الأمر يتعلق بابنة راكيل المتزوجة حديثا. أجل، الشاب الذي تزوجته. أنطونيو؟ أجل، ليس اسمه أنطونيو بل ماكسيميليانو، لأن أنطونيو شخص آخر. اعتقدنا بأنه مات، لكن يبدو بأنه لا. مهلا مهلا، وكيف ذلك؟ إنها قصة معقدة جدا، لكن يجب ألا تخبر أحدا يا صديقي، لأن أنطونيو أو بالأحرى ماكسيميليانو يعرف بأننا نشتري بضاعة مسروقة، وهددني بإرسالي إلى السجن إذا أخبرت أحدا. على كل يبدو لي أننا سنذهب جميعا إلى السجن، لأنه لابد أن أنطونيو أدرك الآن أنه لم يتزوج راكيل، وهذا بالتحديد ما أبحث عنه في الصحف، نبأ إلقاء القبض على ابنتي، وأن الشرطة تطاردني أنا أيضا. هذا كل شيء؟ أجل، نشاطاتك في الأسبوع الأخير كلها؟ على الأقل تلك التحركات التي كانت السكرتيرة قد دونتها. هل من جديد؟ لا شيء. هل تأكد تقرير الطائرة؟ أجل، الحادث كان مفتعلا، السلطات ستفتح تحقيقا. لا أريد أن يتسرب أي شيء من هذا للصحف.
طلبت ذلك من قائد الشرطة ووعدني بسرية القصوى. حسنا شكرا يا بابلو. أتريد شيئا آخر؟ حاليا لا. لا حاجة لأذكرك بأن لا يتحدث أحد عن الموضوع. من كل بد. شكرا. أستأذن. لكن لماذا احتجزك؟ لأنه مجنون ولا يريدني أن أرحل. مارتا يجب أن تفعلي شيئا. كلمي ماكسيميليانو وتصرفي. لكن لو أخبرتني هذا الصباح. ماذا تفعلين؟ راكيل بالداخل. أنطونيو أقفل عليها. لكن لماذا؟ كان غاضبا. راكيل ماذا جرى؟ أنطونيو احتجزني هنا و أريد الرحيل ولا يحق له أن يمنعني. بالطبع لا، سأكلمه بالأمر، لا تقلقي، سأعود فورا. لكن ما الذي جرى يا راكيل؟ أين هو أنطونيو؟ في مكتبه. هل تعلم بأنه احتجز راكيل في غرفتها؟ أمي، أنطونيو يتصرف مثل الوحش. هذه الفتاة لا تحبه، تريد الرحيل من هنا وهو يستبقيها بالقوة. لا تحبه؟ لكنها زوجته وتزوجها حديثا. ربما أرغمها. أمي يجب أن تعنفيه، تصرفه قذر وغير معقول. تفضل. أنطونيو، هل يمكن أن أعرف ما يجري؟ بأي شأن؟ لماذا تحتجز راكيل في غرفتها؟ أرادت الرحيل. أعرف ذلك، لكن إذا كانت هذه رغبتها لا يمكنك إرغامها على البقاء. لكن ما الذي يجري يا بني؟ أنا لا أفهم، فإنكما متزوجان حديثا. أخوك يقول إنها لا تحبك وإنك ربما أرغمتها. أنا لم أرغم أحدا، ثم أنا واثق أنني لم أرها أبدا من قبل وأنني لم أتزوجها. هذه المرأة ليست زوجتي. لا لا تقل بأنك تتحدث جديا. السكرتيرة أرسلت لي لائحة عن كل نشاطاتي في الأسبوع الماضي، ولم يظهر أي سفر إلى غوادالاخارا، لا اتصالات ولا أي شيء. لكنك لم تكن تبلغ السكرتيرة دائما بما ستفعل. كثيرا ما كنت أتصل بها لأسأل عنك، ولم يكن أحد يدري أين أنت. إذا كانت نيتك الإبقاء على سرية علاقتك مع راكيل، فمن المنطقي ألا تخبر أحدا بذلك. لكن هذا سخيف يا فيكتوريا. ما الذي يجعلني أتزوج في الخفاء من راكيل؟ ثم إنه في اليوم الذي يفترض فيه بأنني ذهبت إلى غوادالاخارا لأتزوج كما تثبت هذه البطاقة، تقول سكرتيرتي بأنني ذهبت إلى سيوا تانيخو. وهل هذا ما فعلت؟ لا أذكر جيدا، لكن ليس من الصعب التحقق. لابد أنني تحدثت إلى أحد، كما أنني لا أتذكر شيئا في غوادالاخارا. لا الشقة التي كانت لدي حسب ما قالت راكيل، لا هي ولا أحد. ولماذا لا أذكر ذلك؟ لأن لا شيء كان حقيقيا. بالنسبة لي هذه المرأة وكل عائلتها أشخاص أجهلهم تماما. والغريب أنني أذكر وجوه وأسماء الجميع ما عداهم. ثم إن هناك أمرا خطيرا جدا. ما هو؟ حادث الطائرة كان مفتعلا، يعني أن أحدهم أراد قتلي، وتحديدا في اليوم التالي لزفاف المفترض. لا 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 يا أنطونيو، لا يمكنك أن تظن بأن هذه الفتاة كان بإمكانها ارتكاب تلك الفظاعة.
وحدها لا. لا لا لا، أرفض تصديق ذلك، لكن ماكس ذهب إلى سجل الأحوال المدنية وتأكد من كل شيء. لا يا بني، لا لا، أنت تظن خطأ. إنما يجري هو أنك لا تتذكر ولا تخطرن ببالك هذه الأشياء الفظيعة مع تلك الفتاة. أنت ترغمها ولهذا السبب تريد الرحيل. لا، تريد الرحيل بحجة أنها لا تحبني وأن زواجها مني كان خطأ. إذا كان الأمر هكذا دعها ترحل، تصرف كما أنت تماما كرجل شاه. أنا متأكد أن هذه المرأة ماكرة وأريد معرفة الحقيقة. وماذا تنوي أن تفعل؟ أن توشي بها إلى الشرطة؟ لم لا؟ لا يا أنطونيو، حرصا على ما تحب قبل أن تورط العائلة بأية فضيحة. أرجوك بأن تتأكد جيدا مما ستفعل. عندما توفي والدك ائتمنك على شؤون هذه العائلة لهذا السبب بالضبط. كان يثق بحسن إدراكك وبأنك ستعرف كيف تحافظ على اسمنا وعلى كل شيء. قلت بأنكم جعلتم الجميع يعتقدون بأنكم تعرفون راكيل. بالتأكيد، لم نشأ الاعتراف بأنك تزوجت من قبل دون إبلاغنا. قلنا إنها دعتنا لزيارتها ذات مرة وأنها كانت تزورنا هنا. لا تقلقي، سأحاول معالجة الأمور بأقصى حذر ممكن. يجب أن أتأكد، هل تفهمين؟ أجل أجل، طبعا. هناك شيء أطلبه منك، لا تقولي شيئا لأي كان عن شكوكي. حتى لماكس؟ حتى ماكس ولا كلاوديو. لماذا؟ لأني لا أريد. وهل سيسمح الحراس بذلك؟ سنرحل بحرا في زورق. عندما نصبح في غوادالاخارا لن يستطيع إرغامها على العودة. وسنخسر كل هذا. اسمعي، اتصلي ببعض المتاجر التي تعرفينها واطلبي منهم أن يرسلوا لها بعض الأثواب والتوابع الملائمة. إذن هل أطلب أن يحضروا الغداء إلى هنا؟ من فضلك. أنطونيو، أعتقد بأنك مخطئ. منذ رأيتها أول لحظة بدت لي فتاة طيبة. لا تسيء معاملتها، لا تفعل ما قد تندم عليه. مارتا، ما هو قياس شقيقتك؟ لماذا؟ لأن أنطونيو سيشتري لها بعض الملابس. إذا لم يعد غاضبا؟ لا لا، ليس غاضبا. سيجلبون الغداء إلى هنا، أرجو أني لا أزعجك. بلى تزعجني، تزعجني وأريد الرحيل. راكيل، تعلمين أني فقدت الذاكرة ولا يمكن أن تلوميني.
أسأت إليك لما قلت أن لا شعور لنحوك، فأرجو منك المعذرة. لكن أريدك أن تتأكدي من شيء. أنا لا أتزوج أبدا دون أن أحب زوجتي بعمق. أريد أن تساعديني على التذكر. لماذا تبكين؟ أنا منزعجة. جسديا؟ لا، أقسم بأني أهب نصف حياتي كي لا يحدث ما حدث. ماذا تقصدين؟ ما رأيك لو دعوتك الليلة للعشاء؟ أفضل عدم الخروج. وإذا طلبت منك ذلك إكراما لي؟ إذا شئت الطلاق لا بأس، أنا موافق، لكن أفضل أن نبقى أصدقاء. ما رأيك؟ نلتقي حوالي الواحدة، انتظرنا بالسيارة في نادي اليخوت. ثم إلى المطار. استأجرت الطائرة؟ أجل، وأنت هل ستذهب معها؟ لا. آمل بأن تعجبك، شقيقتك أعطتني مقاسك. أشكرك سيدتي، لكن لا أستطيع قبوله. لكن لماذا؟ إنها من قبل أنطونيو. راكيل، الأمر صعب عليها. اسمعي يا راكيل، أفهم بأنك فوجئت لما عرفت مركز أنطونيو الاجتماعي، لكن سأكون صريحة معك، لست مذنبة لأنك من عائلة ظروفها متواضعة، لكنك الآن أصبحت زوجة أنطونيو ولا يمكنك الخروج بالثوب الذي ترتدينه. أنا لا أهينك يا ابنتي، لكنها الحقيقة. وإذا رأك الناس مع زوجك ترتدين ثيابا غير ملائمة، سوف يسيئون الظن به لا بك. كما أنه لا عيب في أن يعيل الزوج امرأته، أليس هذا واجبة؟ طبعا هذا مؤكد. حسنا، سأترككما. أستأذن. تفضل. أنت، أود أن أصفعك، هذا ما أوده. لكن هذا الرجل ليس زوجي، ألا تعرفين؟ بل هو زوجك، ألم تتزوجي أنطونيو لومباردو؟ لكن ليس هذا أنطونيو بل الآخر. حسنا، إذا أخرجي الليلة كما تشائين بثياب كالمتسولين كي يهزأ منك الجميع، ولكي يخجل هو من دعوته لك. ألا تدركين ما تملكين بين يديك؟ الأمر الوحيد الذي أدركه هو أنني أخدع رجلا لا يستحق ما نفعل به. ألم تري ماكس؟ بلى. وهل قال شيئا؟ هل سيساعدني؟ لا، لم يقل شيئا. لم تشأ قبول الثياب. لم لا؟ بسبب الحيرة والعقد، ما أدراني. قلت لها بأنه من الضروري أن تظهر وفقا لما يقتضيه الظرف.
إذا ليست طموحة. حسب ما يظهر لا. أما زلت تفكر بأنها مغامرة؟ ربما أحدهم يجبرها. من؟ لا أدري. وتفكر في أن تصارحها؟ قد أفعل، لكن لن أعلمها. ثم إنها تبدو فتاة ناعمة وبريئة. أجل يا أنطونيو، أنا واثقة بأنك تزوجتها، لكن بسبب الحادث لم تتذكر. سوف نرى. سوف نرى. تبدين رائعة. شكرا، وشكرا على الثوب أيضا. لا. لماذا؟ أرجوك لا أريد. ألا تحبين الحليب؟ لا، لا أدري، لكن لا أريد القبول حقا. كما تريدين. هل تنال دائما ما تريد؟ ليس دائما. وأنت؟ نادرا جدا. أتعلمين بأنك امرأة رائعة؟ هل قولي هذا يزعجك؟ ليس الأمر كذلك، أنت تشعرني بالاشتباك. لماذا؟ ألم يقل لك ذلك أحد من قبل؟ بلى، لكن الأمر معك مختلف. أود لو تتخلي عن هذا التجمل. أقترح عليك شيئا، لما لا نتصرف كصديقين يلتقيان ويرغبان بقضاء ليلة ممتعة ويريدان التعارف أكثر؟ ما رأيك؟ حسنا، هل أحببت المكان؟ إنه رائع. والطعام شهي جدا. لحسن الحظ، لأنني أموت من الجوع. لكن كيف ذهبت معه؟ ذهبت، دعاها، فلماذا تريدها أن ترفض؟ لتثير شكوكه؟ كان سيشتبه بها. لكن ماذا دهاها لتخرج مع أنطونيو؟ ألا تدركين أنها ستضعف أمامه وتخبره بكل شيء؟ وما أدراني. ما رأيك بأكوبولكو؟ المكان جميل جدا. هل زرتها من قبل؟ مرتين، مرة مع أبي وشقيقتي وأخرى مع بعض الأصدقاء. وحدك؟ لا، مع مرسى. إذن والدك رجل صارم. لا، إنه طيب القلب،
جئنا مع مجموعة من الأصدقاء في عطلة. تصور، لم نجد غرفة شاغرة في أي مكان إلى أن صادفنا فندقا صغيرا. وماذا دهاكم لتأتوا دون إجراء حجز؟ هكذا وصلنا على غير هدى، لكننا تسلينا كثيرا. ما الذي يسليك أكثر؟ أنا أكون مع الذين أحبهم، أتحدث إليهم، أذهب إلى السينما، أسمع الموسيقى. أي موسيقى؟ كلها، تعجبني أغاني الحب. أنا رديئة الذوق. لا، على الإطلاق، أنا أيضا تعجبني الموسيقى الهادئة. وجدنا شيئا مشتركا، أليس كذلك؟ أجل. Salut, Boris. أستأذن منك للحظة. ماذا جئت تفعل؟ أبحث عن أصدقاء. من هم؟ آل كاليرو. ليسوا هنا. سأنتظرهم. لا، لن تفعل، أريدك أن تنصرف. لن تمنعني من البقاء. أنت تزعجني. لماذا؟ لا تتحداني ماكسيميليانو. أيها النادل، عندما يصل آل كاليرو قل لهم أن السيد ألبينيس ينتظرهم في لافوغاتا. حادث سيد باردو. اذهب الآن، انصرف. اعذريني. عيناك جميلتان جدا، فمك، شعرك، أشعر أنني سأقع في حبك وبسرعة. مرحبا. اهلا. ماذا تفعلين وحدك؟ لا شيء. وشقيقتك؟ خرجت مع انطونيو. وتركاك هنا؟ اجل. لو علمت ذلك لكنا ذهبنا الى مكان ما. ما رايك لو نذهب غدا لتناول العشاء معنا؟ لا باس بذلك، أنا لا أعرف أكابولكو، ويقال إن فيها أماكن جميلة. صحيح، وأنا أعرف عددا كبيرا منها. وأنت تعمل مع أنطونيو؟ ماذا تريدين أن أعمل؟ أنا لا أعمل، لكن حدثيني عنك. حسنا، هل ستمكثين هنا؟ في الحقيقة لا أدري، أحبك كثيرا ذلك، لكن لا أدري إذا كان زوج أختي يرغب بذلك. أعتقد أن أنطونيو لا يأبه للأمر. هل تحبين اللعب؟ اللعب؟ أجل، اللعب المراهنة بالمال. لا أدري، لم أحاول. أنا أدعوك إذن، غدا نتعشى معا ثم نلتقي بعض الأصدقاء ونلعب معا، موافقة؟ أجل، ولكن زوجتك كاميلا؟ لا بأس، ربما لم يعجبها الأمر. أنت حقا بريئة. لكن لست غبية، ما يجري هو أن... مهلا مهلا، لكن لا تغضبي، أردت أن أقول إنكم لا تعرفون طريقة عيشنا، هذا كل شيء، لكن أحب أن أعلمك. حسنا. وهناك أشياء كثيرة يجب أن تعرفيها. أتصور. تبدو معكر المزاج، ما بك؟ الأمر لا يعنيك. هل تلاحظين؟ هكذا نحن. إلى اللقاء غدا، نراكم. ماذا جاء يفعل؟ لا شيء، هل وجدتهما؟ أجل،
سأتفقد الزورق، سأنتظركما في تمام الواحدة. ماكس، ألا يمكن التأجيل ليوم آخر؟ لن نستمتع بمزيد من الوقت، لا خطر في ذلك، ثم إن شقيقك. كلا،